الله سبحانه وتعالى ما أخلص فيه العبد لوجهه وأراد به ما عند الله، وما طابت الأقوال والأعمال إلا بإرادة وجه الله الكريم. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه، ومن أحب الله هابه. وكل شيء إذا تقربت منه ربما أنه تقل حرمته وتذهب هيبته إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما ازددت من حبه وعبادته وإرادة وجهه كلما ازددت من هيبته والخوف منه. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لما عرفوه بأسمائه وصفاته وحكمه وأحكامه عرفوا قدره سبحانه وتعالى وقدروه حق قدره، فخافوا منه وأصابتهم الخشية لله سبحانه وتعالى. ولا قيمة للقول ولا للعمل إلا إذا عرف العامل والقائل ربه، فأراد ما عند الله والدار الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. شهد الله أن من أراد وجهه أن العاقبة له، وأن من أراد ما عند الله ربحت تجارته وعظمت غنيمته. وهل أفلح السلف الصالح رحمهم الله برحمته الواسعة، فبقيت علومهم وأقوالهم ونصائحهم ومواعظهم كأنها كتبت بالأمس القريب، بل كأنها كتبت في هذه الساعة، تضيء للسائرين وتهدي بإذن الله الحائرين إلى مرضات رب العالمين، وفي ذلك من الأجر والله به عليم. كل ذلك بفضل الله ثم بالإخلاص. المتكلمون كثير والوعاظ كثير ومن ينصح كثير، ولكن من يريد وجه الله قليل، وقليل من عبادي الشكور، قليل من يخلص، وقليل من يريد وجه الله، وقليل من إذا أراد أن يتكلم أو يعمل العمل نظر في قلبه هل يريد وجه الله فيقدم أو يريد غير الله فيحجب. كان بعض السلف إذا قيل له حدثنا يمتنع ويقول: حتى تأتي النية، أي حتى أعلم ما الذي أريده من هذا الحديث. وتأذن الله جل وعلا لمن أراد وجهه بطيب هذا العلم وبركته، فأزكى الناس وأعظم الناس فلاحا في هذا العلم من أراد وجه الله عز وجل ولم يرد به رياء ولا سمعة ولا ثناء، وإنما أراد به ثواب الله والدار الآخر. ولذلك قال بعض العلماء: كم من عمل قليل كثرته النية، فالأعمال تطيب بالإخلاص. والله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى عبده وهو أمام الناس وفي خلوته لا يختلف حاله، لا يريد إلا ما عند الله ولا يريد إلا وجه الله، زكى الله قوله وعمله، وأصبح كلامه يخرج من لسانه إلى قلوب الناس، وأصبحت مواعظه ونصائحه وتوجيهاته تلامس شغاف القلوب، فيحيي الله عز وجل بها الموات ويهدي بها ويعظم ويهدي بها المؤمنين والمؤمنات ويعظم بها الأجور والحسنات. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الله أكبر. إذا أردت وجه الله سبحانه وتعالى فكنت لا تقدم ولا تؤخر إلا وأنت تريد ما عند الله، فتلقت الملائكة أقوالك وأفعالك وخطتها في الصحائف، خطها ملائك حافظون لا يغشون ولا يكذبون ولا يزورون ولا يفترون، أمناء حافظون يعلمون ما تفعلون، خطت لك في صحائف الأعمال وكتبت لك في صحائف الأقوال، ورأيتها أمام عينيك لا تفقد منها حرفا ولا قيلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقلت: يا رب أريد وجهك، وسألك الله ماذا تريد بهذا العلم الذي تطلبه وبهذه المجالس التي حضرتها وهذه الكلمات التي سمعتها. قلت: يا الله أريد وجهك وأريد ما عندك. فقال الله: صدقت. وقالت الملائكة: صدقت. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ذلك الرجل. كل منا يتفقد ما في قلبه، هل يريد وجه الله أو يريد غير الله؟ وكل يوم يمر عليك وأنت في طلب العلم تنظر في قلبك، وما الذي يعتبه العبد على ربه؟ فالله أحياك وأنت ميت لولا أن الله أحياك، والله أغناك وأنت فقير. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. اللهم إنا نستهديك ونستكسيك
ونسألك اللهم من القول والعمل ما يرضيك. العبد في أكمل الحاجة وأشد الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يستطيع أن يجد على الله أي تقصير منه سبحانه وتعالى، نعم تغدق عليه الصباح والمساء، فكيف يريد غير وجه الله؟ وما الذي وجد عند غير الله حتى يريد غير الله ويترك الله جزء جلاله؟ أإلى غير الله؟ هل وجد غير الله أغنى من الله؟ هل وجد غير الله ينفعه من دون الله؟ ما الذي يجد الإنسان إذا مدحه المادحون وأثنى عليه المثنون وليست له كرامة عند الله جل جلاله؟ ما الذي يجزي الإنسان إذا لم تكن له عند الله عز وجل منزلة؟ سقطت منزلته لما نظر الله إلى قلبه وفيه إرادة غير وجهه، فيه الدنيا وحب الرياء وحب السمعة والمراد قضاء الأوقات وإلهاء الأوقات ولا يريد وجه الله جل جلاله. اللهم إنا نسألك العافية. ينبغي على طالب العلم أن يوطن نفسه وأن يحاول قدر استطاعته على أنه لا يتكلم في هذا العلم ولا يعمل ولا يكتب ولا يسمع إلا وهو يريد ما عند الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. اللهم امن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه.